مستمعينا مستمعتنا، أسعد الله صباحكم بألف خير. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية إن شاء الله يا ربي. صباحكم سعيد وأهلا بكم في مطبخي، مطبخ العائلة، مع وصفات جديدة ولذيذة في نفس الوقت. وركو عارفين شركين هذا الموسم تجور نلقو، كاين جلبانة متوفرة، كاين القرنع متوفر، وراح نعطيكم دي فلار على حسابهم باش شوية تغيروا وتنوعوا في المطبخ نتاعكم، الأنواع والأطباق المختلفة تجور مع الجلبان والقرنوع. سعيدة أنا بالعمل اليوم مع مختار جبار في الإخراج، أما العارضة التقنية حبيبتنا سارة. نهني السيدة اللي ربحت الأسبوع اللي فات، اللي عيطت لي وربحت من مدينة تيسمسيلس، نحييها بالمناسبة ونقول لك أمانتك راها في الحفظ والصون، ما تخافيش راح ندسوها لك حتى اللي تجي البنت نتاعك راح تستلمها. وقت ما جات رايحة تدي الأمانة نتاعكم، وإن شاء الله يا ربي توصلك بخير هاد الأمانة. إذا نبدأ بأول طبق بسم الله اليوم، هو طاجين لذيذ سهل التحضير نتاعه، راح نديروه بالجلبانة. هي جلبانة راهي متوفرة في الأسواق، راهي جديدة، راهي شابة. راح يكون طاجين ما يكونش باللحم، راح يكون بدون لحم، هو طاجين اقتصادي 100%. راح نديروا فيه غير الجلبانة، شوية بصلة، شوية منة، ومن بعد رايحة نديروا فيه نحطوا حبات نتاع البيض هكا من الفوق. الوغ كي نقولوا البيض سافيدير بروتيين، سافيدير ولابد ما راحش نديروا اللحم، بصح رايحة نديروا بروتيين واحد آخر، ثاني كفيتامين. الوغ نعطيكم المقادير أولا باش يلزمنا هذا باش نصنعوا هذا الطاجين، يلزمنا تكون كبيرة، ويا إما نديروا حبة تاع بصل كبيرة، ولا نديروا هذاك البصلة تاع النقلة، باسكو راهي هي دروك الموسم نتاعها. نديرو 3 حبات ولا 2 حبات هكا البصلة تاع النقلة، واللي ما عندهاش متوفرة في المنزل معليش دير حبة بصلة تكون كبيرة هكا. رايحة نقطعها إلى قطع صغيرة جدا، واحد السنينة برك نتاع الثوم كذلك رايحة هكا كنربيها. غرفية نتاع جلبان، يا إما هاد الغرفية نتاع جلبان تكون غرفية تكون كبيرة، يا إما رايحة نغليها في الماء واحد 10 دقايق، جوست واحد 10 دقايق مع قريصة نتاع الملح طيب في الماء، ولا نفوروها وتوجور مع ديك القريصة نتاع الملح، لكن أنا جو بخيفيغ كو تفوروها من الأحسن هكا تكون الفيتامينات تاعها يقعدوا لها مليح مليح. نحتاج أيضا إلى حبة تاع طماطم، ديك الحبة تاع طماطم لازم نقلعها لابو تاعها ونقطعها إلى قطع صغيرة جدا هكا مربعات صغيرين هكا، جوست باش كي نديروها في الطاجين تذوب فاسيلمون وطيب لنا بالخف. نحتاج إلى ملعقة صغيرة أيضا من الطماطم المصبرة، صافي غلا طوماط بنوعيها. اما بالنسبه للتوابل نديرو شويه ملح، نديرو شويه فلفل اسود، نديرو شويه فلفل عكري، ونديرو شويه كمون، وباش نقلو ذا البصله نتاعنا شويه زيت الزيتون. اما بالنسبه للفلفل الحار كاين اللي يبغي يضيفه في الاطباق نتاعه ممكن تضيفو واحده صغيره، اللي يبغي ما يضيفاش ديجا غير المريقه راح تجيكم معسله وتجيكم لذيذه ان شاء الله. هادو هما المقادير نتاعنا، ننتقلوا الان لطريقه التحضير. راح ناخذ الطاجين نتاعنا، الطاجين العادي اللي نطيبوا فيه داك الثقيل نتاع الطين، راح نديروا فيه شويه زيت زيتون ونحطوا الحبه نتاع البصله نتاعنا الكبيره، وديك السنينه نتاع الثوم راح نقلي بملعقه خشبيه، كنبقى نقلي في ديك البصله مليح مليح مع داك الثوم، ومن بعد نزيدوا توجور هادي على نار هادئه. راكو عارفين الطاجين ما يبغيش النار تكون مجهده سينو راح يطرطق لكم، نار هادئه وديروا له الحديده من تحت باش يبروتيجيه لكم شويه داك الطاجين، ونبقى نقلي ديك البصله وداك الثوم غير على خاطرنا. ومن بعد نزيدوا الطماطم بنوعيها، نديروا طماطيس تاع الحبه اللي قطعناها قطع صغيره، ونزيدو ديك الملعقه الصغيره تاع المصبره، نقلي غير بشويه بشويه. كي تشوفوا صاي سي بون طلق الماء نتاعها الطوماطيس والبصله طلقت الماء نتاعها شويه، هنا رايح نمرق بواحد الكويس نتاع الماء، الكاس يكون متوسط، ممكن يكون الماء طايب مليح مليح تعمروا به داك الكاس وتمرقوا به، ممكن قبل بعينكم هي ميزانكم وتمرقوا واحد شويه هكا. المهم هنا الطاجين ما يطلبش الماء بزاف، واحد الكويس تاع ما يكون متوسط. كالتوابل نتاعنا اللي قلنا نديرو شويه ملح، نديرو شويه فلفل اسود، نديرو شويه فلفل عكري، وشويه كمون، نخلطو هادو. كي بعد ما شتناهم هكا سي بون راه يبدا يغلي، هنا نضيفو الجلبانه. الجلبانه اللي كنا فورناها من قبل، يا اما طيبوها نص طياب يا اما تفوروها مليح مليح ومن بعد تضيفوها لهذا الطاجين باش تكون ديجا هالبصله طيب بالخف، ما حش تطول لنا في الطياب نتاعها. الوغ نضيفو الجلبانه نتاعنا ونغطي الطاجين نتاعنا، هنا نخليه يطيب على خاطره مليح مليح. كي نشوفو سي بون جلبانه طايب ونشوفو لاصوص طوماط راهي ولات خاطره وكاع، تما عاد نضيفو له من 2 حبات حتى 3 حبات نتاع البيض. هنا البيض اختياري، تبغوا تضيفوه تبغوا ما تضيفوش، لكن كي تضيفو البيض يجي لذيذ والله صدقوني يجي. الوغ نديرو 2 حبات ولا 3 حبات نتاع البيض، راح نحلو بالوحده ونحاولوا باش نديرو واحد الحفره هكاك باش البيض يشد هذوك البلايص نتاعه.
وما ننسوش كذلك رشه خفيفه عفوا واحد رشه خفيفه نتاع قزبر ونتاع معدنوس، رايحه نكونوا غسلناه وقطعناه قطع صغيره جدا، نرشوها كما فوق هذاك الطاجين، نعاودوا نغلقوا على هذا الطاجين نتاعنا ونخلو يطيب البيض على خاطره. هنا لازم البيض لازم يطيب على خاطره، ومن بعد كي نشوفوا البيض طاب سي بون نطفي عليه نتحصلوا على طاجين لذيذ. الوغ نتمنى هذا الاقتراح نتاع اليوم يعجبكم، رغم البساطه نتاعو نتاع هذا البلان نتاعنا، ما فيش اللحم فيه غير البيض، وبالصحه وراحه للجميع. اذا طاجينا الاول كان بالجلبانه، وكاين اللي بزاف يقول لك حنا الجلبان كما يكونش اللحم غلمي ما ناكلوش بالعكس لازم نعود نفوسنا، ماشي شرط كل يوم اللحوم. اللحوم اصلا اللحوم لو كان نزيدو كل يوم نطيبوها كل يوم في الفطور وكل يوم هكا نطيبو يضركم اللحوم، ماشي ضروري كل يوم نديرو اللحم في الطياب نتاعنا. هي ليسونسيال تكون لذيذه وتكون مصره مليح مليح وطيب على خاطرها، تجي معسله ان شاء الله وتعجبكم هذه الكيفيه. الوغ توجور مع الجلبان ومع القرنوع ومع الخضر الموسميه، الوغ اليوم راح نعطيكم مقبله بالقرنوع. حنا لابيتود القرنوع نقوه نقشروه، يا اما نديروه مع المرقه بالجلبان سي سا، ولا كاين اللي يغسله ويغليه في القدره مع شويه ملح هكا ومن بعد يدير لا فينيغريت يبقى يغمس هكا. تاع زمان زمان هذو صوالح تاع زمان مازال الناس تديرهم، ولا اليوم راح نعطيكم كيفيه اخرى بالك شويه تتغيروا شويه. راح نعطيكم القرنوع لكن على 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 شكل مقبله. هاد القرنوع نتاعنا راح نعطيكم مقاديره، نديروا واحد الكيلو ورطل نتاع قرنوع راح نشروه ومن بعد رايحه نقشروه. صافي زير كي نقولوا كيلو ورطه رايحه من بعد بعد ما يتقشر ويتنقى يتبقى لنا غير هذيك لابارتي تاع ثانيه، ما يحاش تكون كون اون كونتيتي كبيره. الوغ كيلو ورطه نتاع قرنوع نحتاج الى حبتان نتاع بصل اخضر اللي هو بصله تاع النقله بالعاميه، من زوج حتى ثلاث حبات نتاع بيض ولا ربع حبات نتاع بيض صديب على حسب الحجم نتاع البيضه. نحتاج الى جبن مبشور باش نزينو به المقبله على برا هكا، ونحتاج الى خمس قطع نتاع جبن اللي يكون تريونغولير هذاك نتاع الفرماج بورسيون. والمقبله نحتاج ايضا الى شويه ملح وشويه فلفل اسود، هذه بالنسبه للتوابل، ملعقه كبيره نتاع زبده وملعقه كبيره نتاع الكريمه الطازجه. بون هنا الكريمه الطازجه اختياريه، اللي عندها لا كريم فخاش راح يدير لا كريم فخاش ليكيد، اللي ما عندهاش حليب هذه هي، نسهلوا لروحنا الامور نتاعنا نتاع المقبله. الان ننتقلوا لطريقه التحضير. اذا رانا شرينا القرنوع نتاعنا ورانا قشرناه رانا نقيناه وقلعنا هذيك الزوائد نتاعه، حنا نحتاجو غير هذاك الوسطاني اللي دخلاني داك اللي لتحته. الوغ حنا شنو نديرو بعد ما قشرناه ونجرناه نقيناه بالخدميتو، انا رايحه ناخذو نغطسو في الماء كنغسلو وناخذو قطعه نتاع ليمون ونحكو بالليمون مليح مليح مليح. انا علاش نديرو هذه الكيفيه، نديروها باش ما يكحلناش القرنوع تاعنا. بون هذه قديمه من جدودنا، وحنا دائما نقولو القرنوع لازم تحكيه بالليم باش ما يكحلكش. الوغ بعد ما حكيناه بالليمون هنا من بعد راح نقطعوه الى مربعات صغيره اون بتي دي كيما من نبغوا نديروا لا ماسيدوان سي لا ميم شوز، راح نقطعوه الى مربعات، لكن المربع ما لازمش يكون صغير بالبزاف بزاف بزاف، شويه يكون شويه خاطر راح نفوروه، نجيبوا قدروا كسكاس نتاعنا راح نفوروا هذا القرنوع نتاعنا اللي قطعناه الى مربعات صغيره، ونضيفوا ديك القريصه نتاع الملح. حنا ما نكثروش الملح، علاش؟ لخاطر ديجا راح نديروا قطع تاع الجبن الداخل، وراح نديروا كذلك الفخوماج غابي من فوق، صافي دير حنا الملح تحرزوا رواحكم. الوغ درنا القرنوع نتاعنا سي بون، راه يفور راه يطيب على خاطرو. من جهه اخرى رايحه نجيب مقلات، نجيبو مقله نحطو فيها ملعقه كبيره نتاع زبده، وممكن اللي يبغي زيت زيتون يدير ملعقه ونصف نتاع زيت زيتون، عندكم الاختيار هنايا. الوغ نديرو ملعقه كبيره نتاع زبده، راح تذوب ديك الزبده، نضيفو لها كذلك البصل الاخضر، حنا قلنا زوج حبات نتاع بصل اخضر اللي هو بصله تاع النقله، نقطعها الى قطع صغيره جدا جدا ونقلي هذيك البصله مع هذيك الزبده على نار هادئه جدا جدا. صوالح كي نبغوا نقلوا صوالحنا توجور على نار هادئه، ما لازمش تجهدوا للنار ومن بعد تحترق لك البصله وتعطيك انا غير كو، توجور على خاطرنا تعطيها خاطرك هذيك المقله وهذاك الطياب وهذاك توجور على خاطرنا. الوغ بعد ما قلينا البصله نتاعنا نضيفوا لها كذلك القرنوع اللي ديجا مقبل وفورناه. الوغ دبالت هذيك البصله وقليناها، نضيفوا لها داك القرنوع اللي فورناه مليح مليح دخلها طياب، ومن بعد نزيدوا قريصه نتاع ملح وشويه فلفل اسود هكا. راح نخلط واحد الدقيقه هكا جوست على حسب ما يندمجوا المقادير فيما بعضهم، ونطفي عليها نخليها تبرد واحد شويه
باش من بعد رايحه نوجدوا واحد لاباغي. الوغ ناخذوا اناء نديروا فيه، اولا نديروا فيه البيض نتاعنا. البيض حنا قلنا من 3 حبات حتى 4 حبات نتاع بيض، الا كان صديق على حسب الحجم كيفاش يكون. الا كان الحجم نتاعه يكون صغير راح تزيدي واحد شويه. الوغ نضربوا البيض مليح مليح، نضيفوا لها كذلك الجبن نتاعنا اللي قلت لكم 5 قطع نتاع جبن، هذاك فروماج بورسيون، نديروا واحد 5 قطع ونحاولوا باش هذاك الجبن نضغطوا عليه بالشوكه. هنا باش الجبن لازم يكون دايب شويه، ما لازمش يكون قاصح هكا، جوست نضغطوا عليه بالشوكه وندرب مليح مليح. نضيفوا كذلك الكريمه السائله، قلت لكم يا اما نديروا ملعقه كبيره نتاع كريمه سائله ولا نديروا ملعقه كبيره نتاع الحليب اللي ما عندهاش. نخلطوا الكلش مع بعضهم ونضيفوا كذلك هذاك الخليط اللي درنا له القرنوع والبصل. سما هنا تحصلنا على واحد الخليط، تما درنا داك البيض اللي درناه بالفرماج وزدنا له هذاك اللي طيبناه داك القرنوع مع داك البصل تو. هنا نجيبوا دي غامكان، يا اما تبغوا ديروا دي غامكان انديفيديوال اللي هذوك اللي يدخلوا للفرن، ولا تجيبوا باغزوم صحن كبير هكا نتاع الفرن وتفرغوا فيه هذا الخليط ومن بعد تقطعوا بالكوتو هكا بالخدمين، تقطعوا هكاك لي مورسو. انا جو بريفير لو كانت نجمو ديروه دي غامكان انديفيديوال هكا كل واحد يدي لابار نتاعه. الوغ شنو نديرو، ناخذوا هكاك لالوش ونبقوا نعمروا هذا الخليط اللي راح خدمناه بالقرنوع والبصله ودرنا داك ليكيد نتاع البيض والفرماج تو. الفرن كان تاعنا ومن فوق رايح ندردرو الفرماج غابي، ندخلو للفرن. هنا لازم يتحمر حتى يكسب اللون الذهبي تاعه، الطياب نتاعه ما راحش يطول ماشي يطول بزاف، راح جوست على حسب ما البيض كم روحه باسكو كلشي لداخل راه طايب. هنا ممكن اللي عندها با اكزومبل اون سي جامي يكون عندك صدر تاع دجاج بزياده وما صبتي ما ديري بيه، ممكن طيبيه وتفتيه وتضيفيه مع هاد المقبله، ممكن عندها فيونداشي تضيفها هاد المقبله. حنا المهم تبغوا ديروا كيما هكا بمعنى بدون لحوم، ممكن تدخلوا اللحوم حتى هي وتجي شابه. الوغ بعد ما خرجتوا هذا المقبله من الفرن نتاعكم يا اما تقلبوها وتزيدوا لها رشه خفيفه نتاع معدنوس من الفوق، ممكن تعطوها لوليدات ياكلوها مباشره. ان شاء الله فيها وعلى بالي سهله وبسيطه في العمل نتاعها. ان شاء الله اللي راهم فاكونس البنات اللي راهم قاعدين في الدار عطوهم هذه المقبله ويجربوها حتى هما ان شاء الله، وبالصحه والراحه للجميع. مطبخ العائلة 0848 76 17 17 هو رقمنا الهاتفي الذي نتواصل من خلاله على المباشر. ومعنا أول مكالمة. ألو صباح النور. ألو صباح النور أمان. صباح الخير وربح، شكون معنا؟ صباحتي. الحمد لله والشكر لله. صباحك يا أمولة. شكرا لك حبيبتي، شكون معنا؟ العب بس يوم راك دايره فيا. انت ما عرفتينيش. ايه السيده بنتي سمسيلت ياكي؟ لا لا. ها شكون؟ ام الجميع المندية. ايه ام الجميع المندية، كي راكي دايره واش اخبارك؟ لا باس الحمد لله الله يهنيك. شكرا لك، صحة بخير؟ بخير يسلمك. الحمد لله. مع الصحة. لا بس الله يسلمك الحمد لله. ام الجميع كيفاش عاد ما بارطاجيتيش؟ ما درتيش؟ ماكش طيبي وقيلة. هذه مليحة. هذه مليحه والله. راني حابه ندير لاكريب انا ثاني ما طيبش ياكي. شويه ريحوا كلشي ولا كلشي ولا الكوزينه جامي ما ديري لي هلا. لازم طيبي كل يوم. شوفي يا انا راني معاك، راني دائما معاك، صح الله غالب ما نحكموكش، لازم تسيبوا لنا حل في اقرب وقت ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله لازم نزيدوا لنيميرو. راكي في القمه، راكي توب. شكرا لك حبيبتي، شكرا لك. ما شاء الله الله يحجب عليك، الله يحجب عليك. يسلمك، ميرسي بوكو، ميرسي. ان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك ما تتمني. امين يا ربي امين. صح عندي طلب. وي. وهذا الطلب لازمك ديريه نهار الاثنين. ان شاء الله يا ربي. نقول لك علاه، نقول لك علاه، باسكو رمضان ما عنده ما قعد له. ما قعد ما بقاش بزاف، ما بقاش بزاف. ما بقاش بزاف، بس ما ندورو في الكوزينه ونوجدو هذيك هي. هذيك هي، واش راكي باغيه الحاجه اللي حبيت لا فاريونت تدوري هنا. شنو هي؟ لا عفوا ما سمعتش. لا فاريونت. واه واه. مخللات، باسكو على اشاك فوا نديرهم ما ينجحوليش. علاش ما ينجحولك الساهلين هما؟ جو سي با بوركوا، والله مانيش عارفه على ما ينجحوليش. ان شاء الله نديرها لك المره الجايه. راكي باغيه كاع لي ليغوم؟ احب كاع لي ليغوم ان شاء الله يا ربي، وينجحوا لك هذه المره ويخرجوا لك شابين وهايلين وكاع. اي بورتو كنت نديرهم ومن بعد كيرجعوا ما عرفتش الخلل وين، لا في وين نخبيهم لا وين في الفل، ما عرفتش وين. ان شاء الله. شوف راح نعطيها لك، راح نعطيها لك بليزاسيوز نتاعها.
اوكي باسكو هذا هو لازم هي اللي تتحقق. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نوعدك بهم الاسبوع المقبل ان شاء الله باذن الله راح نعطيهم لكم. امال وي الله يقدرك. امين يا ربي. بون كوراج. شكرا لك وبقيه يوم سعيد. مع السلامه سيدتي. اذا نشكر ام الجميع. معنا اتصال اخر. الو الو صباح النور. اذا معليش تعاود السيده اللي اتصلت بيا الان تعاود تعيط لنا من جديد ان شاء الله. اذا الو الو صباح النور. وي صباح الخير امال. صباح الخير ورباح. شكون معايا؟ معك خيروش من العباس. كيراكي؟ الحمد لله والشكر لله. كيراكي خيروش؟ لاباس. غايه تبلغ لك التحيه نعيمه. شكون شكون؟ نعيمة تبلغ لك التحية. شكرا لك. شكرا لك وليها. نعيمة نعيمة يا لك مرحبا بها نعيمة حتى هي. الله يسلمك. بغيتك تعطيني وصفة واحد الكاطو هذا شفته في قناة سميرة بصح ما لحقتش عليه. يقولوا بوسو لا تمسو. هذه قديمة هذا تاع بوسو لا تمسو. بالك أول مرة نسمع به. صافي هذا من وقتاش؟ انا نعقل عليه. انا ما عمرك كنت ديرها صافي هذا راه صافي لونطون. هذا الكاطو يجي بالجنجلان ويجي مرمد في السيكرو كلاسي تو. معليش نعطيها لنا ان شاء الله الاسبوع المقبل راح نعطيك هذا بوس ولا تمسو. كيفيه لذيذه وسهله. شكرا لك. بون كوراج. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. بقيه يوم سعيد. مع السلامه. الو صباح النور. الو صباح. الو صباح الخير. الو صباح الخير انا. كي راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. شكون معانا؟ معك ام ادم سيدي المسدي. مرحبا بك ام ادم. الله يسلمك. شكرا على كل الاطباق اللي تقدميها. شكرا لك حبيبتي. وانا مستمعه وفيه ودائما الاذاعه العباس منذ الافتتاح نتاعها. مرحبا بك. مرحبا بك. انا ماذا بينا تجي عندنا وتشوفينا وتطلع علينا. جيت حال من المره في الاوائل. في البداية. متزوجه. سا سي اوتخ شوز. لكن مستمعه دائمه. اذا مرحبا بك. ماذا بينا احنا تقولي توجور مستمعه دائمه. الله يسلمك. وي ام ادم. وي ام ادم طلباتك ام ادم؟ طلبت هي حبيت نشكرك فقط. شكرا لك حبيبتي. شكرا شكرا. ما عندكش حاجه توجديها لافونس ولا تقول لك رمضان كيما رمضان راهم يهضروا على رمضان ساي سا كومونس. هي كون دابيتي زعما كيما الاذان موجدو حاجه جيدو فقط. هذه هي هذه ان شاء الله ربي يقدرنا. ان شاء الله ربي كيقول لك اللهم بلغنا رمضان يجيب خيره. ان شاء الله اللهم يبلغنا رمضان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الو صباح النور. صباح النور. كراكي؟ الحمد لله. شكون معنا؟ صفاء بنتي. صفاء لاباس. الحمد لله. شكون معايا؟ شكون؟ انا بختام قديل. بختام بختام قديل. صاي موالف تسمع. موالف نسمعوك موالف. ايوا حبيبه علمني. سميعه وفيه. من عيطت لك كنتي على صوتي ديجا. واه نيشان داك انتيا داك انتيا سي سا صاي جو مغابيل. فلونتي والله. شوفي راكي توب 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 حتى لي فوا. الله يسلمك. شكرا لك حبيبتي. شكرا لك. فريمون فريمون بنتي سي اوتخ شوز. امال حياه حياه تاع لا كوزين. شكرا شكرا لك. الله يحفظك. الله يحفظك مدام. شكرا لك حبيبتي. بغيت لك غير الميني كيك اللي قلت لك عليه شفتو. وي ميني كيك بالسيترون هذاك تاع المره اللي فاتت. جيستمون. ان شاء الله. كنت خارجه قلت لي حتى لاندي لاندي قرات مكان. ان شاء الله ان شاء الله. هي كل خطره وكيفاش من داك كانوا عندنا ضيوف يجوا عندنا يتو. جيستمون وي وي راني انايا امنيش لي دعات عبد العباس راني توجور معاك. راكي راكي اجور. هذاك هو سي نورمال. كل عام معاك. الله يعطيك الصحه. الله يفرحك مدام. الله نوعدك بها ان شاء الله. شكرا شكرا لكم يمتي. شكرا بارك الله فيك. مع السلامه. الو صباح النور. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شكون معنا؟ راكي امل غايه. الحمد لله. راني فرحانه كي توقفت كنتي راني فرحانه بزاف. اونفا تما راكي فيش عيطتي تعيطي. راكي غايه. الحمد لله. شكون انتيا ومراكي تعيطي لنا؟ من وهران. سليمه. واه سليمه من وهران. مرحبا بك وبنات وهران. راني نبغيك على الاطباق تاعك وعجبتني ناجحه والحمد لله ربي. وكل سنين زعما كنا زعما كنسمع لك كل سنين زعما نخرج مع الاثنين. راكي تجربي اطباق وهم يخرجوا لك؟ راني نجرب الحمد لله يا ربي. الحمد لله. وكل بناتي يعتبروا امال وراهم كاع بون مو امال راني نتبعك. الله يسلمك. راني تحطيها راني نتبعها. شكرا يسترك. شكرا لك حبيبتي. صحتي بارك الله فيك. يكي باركه. الوغ اليوم ما عندكش طلبات؟
لا لا ما عنديش. عندكش طلبات؟ ايه وقتك هذاك هو كل شيء. الله يسلمك، ميرسي بوكو. الوغ رايح نعطيكم الجديد، رايح نعطيكم دروك كاطو شباب موالو بالفراوله، رايح نعطيكم صبيعه العروسه تاع زمان. الوغ توجور قعدوا تسمعوا باش تسمعوا الوصفات اللي راح ندهم لكم الان. وشكرا ليك، شكرا ليك سيدتي، شكرا ليك، بقيه يوم سعيد، مع السلامه. اذا نشكر السيدات اللي اتصلوا بنا، ام الجميع من مديه، خيروش من بلعباس، بختها مقديل، سليمه من وهران، نشكركم بالبزاف. ام ادم كذلك، سيدات لكم اتصلوا بيا، ونشكركم كثير 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 على اش نقول لكم، راكم تجربوا، كي راكم تجربوا هم يخرجوا لكم تبارك الله. هذا هو الهدف من هذه الحصه كاع. احنا علاش رانا هنا؟ انا ماذا بيا كاع السيدات يتعلموا يطيبوا حاجه صغيره، حاجه بسيطه، حاجه سهله، ونحاول نحاول نحاول نبسط عليكم الامور قد اللي تنجموا. والانسان ما يكلفش على نفسه، اللي عنده طيب الحم اللي ما عندهش ما يطيبش بالحم. كل واحد وكيفاش، كل واحد الميزانيه نتاعو. ان شاء الله ربك ربي يقدرني يا ربي، ومازال كاين الجديد، وشهر رمضان كذلك راه كاين الجديد. ان شاء الله ربي يوصلنا ونوصلوا لهذاك النهار بالصحه والراحه للجميع. اذا راح نعطيكم الان وصفات حلوه. درنا المالح، درنا في البدايه كي بدينا درنا الطاجين تاعنا بالجلبانة، ودرناه بدون لحم، ومن بعد فقسنا فيه غير البيض، ودرنا كذلك المقبلة اللي صنعناها بالقرنوع كذلك بسيطة، ما فيهاش مقادير كبار بزاف بزاف. الآن رايحة نروحوا للحلو. الوغ رايح نعطيكم كاتو مولو على فخيز. هذا يجي لاباط نتاعه رايح تجي كومين تارت، ورايحه لاباط نتاعها تجي خفيفه وتجي هشيشه، تجي لذيذه جدا، وتجي كي لا جينواز. وبعد رايحه نغرسوا هذيك الفراول تاعنا، الفراوله نديروها لا فخيز، نديروها هكاك توجور من الفوقه، ومن بعد رايحه نطيبوها تجي لذيذه وخفيفه. ان شاء الله برك تكتبوا المقادير نتاعها باش تخرج لكم شابه وتخرج لكم ناجحه، وان شاء الله قاعد ديروها وتجيكم سهله، ماشي حاجه كبيره. الوغ نبداو بالمقادير. بون، انا درت 5 حبات نتاع البيض، اوطونكو البلان تاعي كبير. لكن اللي تكون متزوجه جديده هكا، ولا تكون غير هي وراجلها وعندها واحد ولد ولا زوج، ولا بون لي زونفون ما ياكلوش بزاف بزاف، راكو عارفينهم. الوغ تصغر، تنقص البيض وتصغر المقادير، تقسمهم اون دو. هذه هي، انا بيسكو عندي البلا كبير وبسلامتهم كبار ولادي، الوغ سي بوغ سا درت 5 حبات نتاع البيض. الوغ نحتاج الى 5 حبات نتاع البيض. راح نفرق الصفار عن البياض. هذه في البديه كاع نحتاج الى 160 غرام نتاع الفرينه، 3 ملاعق كبار نتاع الزيت، ملعقه صغيره من الفانيلا، 160 غرام كذلك نتاع السكر، ملعقه صغيره من خميره الحلوى، 200 غرام نتاع الفراوله لازم تكون مغسوله ونقطعوها اون دو. هنا 200 100 سا ديبون كل وحده وكيفاش، كاين اللي تبغيها معمره، كاين اللي ما تبغيهاش معمره بلا فخيز. هادو هما المقادير، نعاودهم لكم باش نصنعوا كاطو مولو على فخيز. يلزم لنا 5 حبات نتاع البيض. رايح نفرق الصفار ونعلى البياض، البياض رايح نطلعها نروحها اونيج، والصفار رايح هو نخلطه ثاني كذلك مع بعض، لكن من الاحسن في البدايه نفرقوهم. نحتاج الى 160 غرام نتاع الفرينه، 160 غرام نتاع السكر، 3 ملاعق كبار نتاع الزيت، ملعقه صغيره من خميره الحلوى عفوا، وملعقه صغيره من الفانيلا، و200 غرام نتاع الفراوله. الوغ هنا اش نديرو؟ راح ناخذو اناء كبير، راح نديرو فيه البياض البيض. نبدو بالبياض هو الاول، ناخذو البياض البيض نتاعنا، والصفار نديرو في 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 ان بول واحد اخر. الوغ نديرو البياض البيض نتاعنا ونديروا له قريصه نتاع الملح، راكو عارفين توجور كي نبغوا نضربوا البيض توجور نطلعوا اون ناج، نديروا له هذيك القريصه نتاع الملح. الوغ نديروا ديك القريصه نتاع الملح وناخذوا الباتور. هذا الكيفيه ما راحش يطلع لكم لو بلون ناج، ما يطلع لكمش غير بالفوين، من الاحسن الباتور يطلع لكم هكا رابيدومون. الوغ نضربوا مليح 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 هذا لو بلون ناج تاعنا، نضربوه مليح البياض البيض نتاعنا، ونضيفوا له 160 غرام نتاع السكر، ونبقى توجور بالخفق المستمر. نضربوا مليح مليح، راح تحصلوا لكم الميرينغ دروك من زدنا له السكر. نضيفوا الفانيلا ونضربوا مليح مليح، ومن بعد نخلوها داك الباتور نوخروه نخلوها على جهه، دوك صايي ما نحتاجوش الباتور، نحتاجينا غير من ضربنا البيض. الوغ بقينا دروك 5 نتاع صفار البيض، اش درنا لهم؟ درناهم في غرفيه صغيره. نضيفوا لهم 3 ملاعق نتاع الزيت ونخلطوهم مع بعضهم. بعد ما ضفنا له 3 ملاعق تاع الزيت، درك نخلطوا البياض مع الصفار مع بعضهم للزوج. الوغ
داك السفر نتاعنا اللي درنا له خلطناه مع زيت، ضفناه مع هذاك البياض، ثم تحصلنا على خليط واحد. درك خلطناه مع بعض، تحصلنا على خليط واحد. ان شاء الله برك تكونوا تبعوا فيا وتكونوا فهمتوني، هي غير سهله ماشي حاجه كبيره. الوغ بعد ما خلطنا السفر مع البياض، الوغ هنا نبقوا نضيفوا الفرينه تدريجيا. الفرينه لازم تكون ونضيفوا لها خميره الحلوى اللي قلنا ملعقه صغيره نتاع خميره الحلوى، لكن الملعقه هذه الصغيره لازم تكون بومبي شويه، ماشي كاع ماشي بلات. الوغ نديروا الفرينه نتاعنا، نبقوا نضيفوها ونغربلوها ونضيفوها تدريجيا مع خميره الحلوى، ونبقى ناخذ من الاسفل للاعلى. هنا ناخذوا لا ماغيز مغرف هكا تكون عندكم، ولا ونحاول ندخل هذيك الفرينه، نحاول ندخلها مع هذاك الخليط اللي درناه بالبلون وبالجون. نبقى نطلع ونهبط غير بشويه هنا باش ما نهرسوش هذاك البيض نتاعنا، لازم الخليط نتاعنا يقعد لنا توجور رغوي هكا. الوغ بعد ما طلعنا وهبطنا وديك الفرينه حسينا بها سي بون دخلت مع هذاك البيض ايتو، الوغ شنو نديرو؟ ناخذو داك البلان تاعنا نتاع زاج من الاحسن، ندهنوه بشويه زبده رايحه نرشوه بواحد شويه تاع الفرينه، ونفرغوا الخليط نتاعنا هذا اللي خدمناه. هو ديجا راه ريحه الفانيلا تجي هايله فيه، اون بلوس راح نديرو فيه الفراوله راح يجيكم سيكيلون ان شاء الله. الوغ فرغنا داك الخليط نتاعنا الرغوي اللي تحصلنا عليه، فرغناه في البلان. هنا راح نخلوه من واحد ل 10 دقائق حتى 15 دقيقه يرتاح هذا الخليط في وسط هذاك البلاطو. الوغ بعد ما فوتنا له من 10 حتى 15 دقيقه قد يروبوزي هذا الخليط، هنا كنا خصنا الفراوله نتاعنا وقطعناها اون دو، ومن بعد رايحه نحطها من الفوقه. هي لو كان حطيناها في البديه وخليناها ارتاح راح يحصلكم في القاعه نتاع البلاطو، لكن من الاحسن بعد ما يرتاح هذا الخليط تاخذي ديك الحبات نتاع الفراوله نتاعك تقسميهم اون دو وتسدفيهم من الفوقه هكا، رايحه ديريهم كاع من الفوقه هذاك من فوق هذيك لاطارت نتاعنا. من بعد ندخلوها في الفرن الطيب، بعد ما حطينا الفراوله مباشره ندخلوها تطيب في الفرن. تطيب في الفرن، الفرن لازم يكون 180 درجه جوست على حساب ما تكسب اللون الذهبي نتاعها. كيفاش نعرفوها بلي طابت؟ ناخذوا سكين ونضغطوا من الفوقه هكا، الا شتنا السكين خرج ناشف سي بون سافيدير هذا هو طيابها، الا شتنا السكين خرج معاه ديك العجينه سافيدير مازالت مخصوصه طياب. هي اللي موالفه الطياب تعرف هاد الصوالح، لكن مبتدئات رانا نفهموهم. هذه هي الوغ بعد ما طابت وكسمت اللون الذهبي نتاعها نخرجوها نخلوها تبرد مليح على خاطرها، ومن بعد اون فاسابودغي سكر غلاس. ناخذ سكر غلاسي وندردر هكا من فوق السكر غلاسي. الوغ هنا كي نشوفوا لا طارت رايحه نشوفوا كي شغل كي الثقوب هكا، ودوك الثقوب فيهم الحمريه نتاع الفراوله. الوغ هذه هي، من بعد راح تقطعوها وتعطوها لافراد العائله نتاعكم مع قهوه تاع العشيه، بوركوا با تجربوها اليوم ولما لا مع قهوه تاع العشيه، تجي لذيذه وتجي خفيفه. اون بليس هذيك لاباط تجي ايبونج هكا تجي شابه وتجي خفيفه بالبزاف. ان شاء الله تعجبكم هذه الكيفيه وتجربوها وتردي لي الخبر من بعد. وكذلك هذه الكيفيه بدات راني حاطتها في الصفحه نتاعي كذلك بون مامو، اما اللي يبغي يعاود يشوفها بالصوره ويشوف كذلك ايتاب باغ ايتاب كيفاش خدمناها. ان شاء الله برك تكونوا دونتوا المقادير وتجربوا هذه الكيفيه. نزيدوا حلوه اخرى، حلوه قديمه قديمه بالبزاف اللي هي صبيعات العروسه. شكون اللي ما يبغيهاش؟ القهوه العشيه هي حلوه اقتصاديه 100% نتاع بكري 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 نتاع زمان كانوا يديروها الجدات والجدات. نقول لهم الله يعطيكم الصحه، كاين شي صوالح فريمون انا امبوسيبل نفرط في هذه الليغوسات نتاع بكري. الوغ باش نصنعوا هاد صبيعات العروسه، هما ديجا هما كي نقولوا صبيعات العروسه صافي رايحه نخدموهم صبيعات. هذه هي، وكاين اللي يبغي السكر كلاسي وكاين اللي يبغي عسلهم، كل وحده وكيفاش الاختيار نتاعها. الوغ باش نصنعوا هاد الحلوه يلزمنا زوج حبات نتاع بيض، ملعقه صغيره نتاع الفانيلا لافاني اون بودغ، ولا ان ساشي نتاع لافاني هذيك السكر فاني، شور ليمونه تكون صفراء مبشور ليمونه توجور الليمون يعطي بنه شابه في الكاطو. نحتاج الى كاس اتاي نتاع الحليب، الكاس تاع اتاي كيما نتاع زمان كاع زمان، الكاس لو بلو سامبل كاع ماشي من هادو المزوقين ولا سامبل، كاس اتاي نتاع الحليب، كاس اتاي نتاع زيت، وكاس اتاي نتاع سكر. سي بوغ سا قلت لكم ايكونوميك، ما راحش فيها مقادير ما فيها لا لوز لا جوز لا حتى حاجه اللي تطلق. الوغ نحتاج الى وحده خميره الحلوى والفرينه هنا حسب الحاجه حسب الحاجه جوست على حسب ما نلمو العجينه نتاعنا. الوغ انا راح نعاود نبقوا نعجنوا راح نقول لكم كيفاش نخدموها ونعاود نذكركم بالمقادير. الوغ في البدايه راح ناخذ اناء نديروا فيه زوج حبات نتاع البيض. الوغ ناخذ الفوي تاعنا ماني مليح مليح هذاك زوج حبات نتاع البيض كاملين نضربهم مليح مليح، نضيف لهم كاس اتاي نتاع السكر، نخلط مليح داك البيض مع السكر. عند وين شتو داك السكر ساي ساي سي بون بدا يذوب، نضيفو له كذلك كاس اتاي نتاع الزيت.
وحنا غير مع التحريك المستمع توجور بالفوي ومنضربو. الوغ درنا زوج بيضات، ضفنا لهم كاستين تاع سكر، ضفنا لهم كاستين تاع زيت، ومن بعد الان نضيفو لهم كاستين تاع حليب. هذه هي. الوغ نضيفو كذلك الفانيلا اللي قلنا ملعقه صغيره تاع فانيلا ولا ان ساشين تاع لا فاني هذيك تاع سكر فاني، ونضيفو كذلك المبشور تاع ليمونه، من الاحسن تكون ليمونه صفراء. الوغ نضربو مليح مليح بالفوي. كي تبقى في الفرينه والخميرة الحلوى هنا نحطو الفوي، لازم نخدمو بالليد. الوغ هنا تكونوا غربلتو ديك الفرينه نتاعكم. الوغ نحلو داك الكيس نتاعنا تاع خميرة الحلوى، نخلطوه مع شويه فرينه، راح نفرغوه ونبقو نضيفو في الفرينه تدريجيا. هنا العجينه نتاعنا ما لازمش تكون عجينه قاصحه، كان تجيكم عجينه قاصحه ما راحش يجيكم شباب في القليان نتاعها، لازم العجينه تكون طريه شويه شويه، ما طريه بالبزاف حتى اللي تبقى تلتصق وتلصق لكم وتتعجن هكا، وما تكونش ناشفه بالبزاف، على عينكم ميزانكم جوست على حسب ما تجمعوها. وكذلك هاد الوسط راهي توجور في الصفحه نتاعي. الوغ ديك العجينه نتاعنا سي بون جمعناها، رايحه نشكلو صبيعات. انا من الاحسن انا نخدم كيما هكا. الوغ نسخن الزيت مليح مليح، ومن بعد نقص له نديروه على درجه حراره متوسطه، ومن بعد نبقى نشكل في الصبيعات، نديرو صبيعات هكا على حسب الاصبع نتاعكم. هذه هي، ما تكونش كبيره بزاف ديك الصن، حاولوا باش نرقوهم، لخاطر لو كان ديروهم السمك نتاعهم ديروه عريض هكا تجيكم عجنه من الداخل، لازم يكون رقيق هذاك الصبيعات، وتحطيهم ينقلوا مباشره. راح كي ينقلها في المقلاه راح ينتفخ مباشره، وتقل به لدوكوتي، لازم تحمريه لدوكوتي، وتبقي تكملي دوك الصبيعات نتاعك بالوحده 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 حتى يتكملي كاع دوك الحبيبات نتاعك. ومن بعد كي تقليهم تصفيهم على جيه، تكوني دايره هكاك صحن كبير فيه ورق ناشف باه يابسوربي لكم هذاك الزيت شويه. من بعد من تبغي تحطيها يا اما تعسليها بالعسل، كاين اللي يبغي العسل بزاف يبغيها معسل، ولا تصبودريها هكا من فوق سكر كلاص هكا، تعاودي ترشي رشه خفيفه نتاع السكر كلاصي بيسكو هو ديجا فيه السكر لداخل، رشه خفيفه نتاع السكر كلاصي. وهذه هي مع قهوه تحشيه ولا مع اتاي ولا كيفيه سهله وبسيطه وغوصه تقديمه بالبزاف. وبزاف سيدات يقول لك انا نبغي هاد الصلاح تاع بكري خاطر ايكونوميك اون بلوس ساهلين في الخدمه تاعهم، توجديهم منا وضيفتك راها جات منا سي رابيد ما يطولش في الخدمه نتاعها. ان شاء الله تعجبكم هذه الكيفيه كذلك نتاع صبيعات العروسه. والله السيده هذيك اللي قالت لي اني باغيه بوس ولا تمسو خيروش من سيدي بلعباس، هذه بوس ولا تمسو كذلك تفكرتها هي عروسه قديمه بالبزاف، ولا بات تاعها تجي كذلك هشيشه وشابه، ونديروها بالجنجلان. هذه كذلك من اول الكيفيات اللي بديت نخدمهم انا كاع في الكوزينه، هذو اللي بدينا بهم بوس ولا تمسو، كنا نديروهم دي لوزونج هكا، والله لا كيفيه لذيذه كذلك. الاسبوع المقبل ان شاء الله راح نعطيها لها خيروش، ان شاء الله برك تكون في الاستماع. اذا الان ممكن نزيدوا وصفه اخرى اللي هي غريبيه، راح نعطيكم غريبيه بلا نوات كوكو. هي تعودنا على الغريبيه نتاعنا ما نديرو فيها لا نوات كوكو لا والو، نديروها غريبيه بالزيت هكا ولا نديروها بالحليب غبرا ولا، لكن هذه الكيفيه نتاع اليوم تختلف نوعا ما، كذلك تجي لذيذه وشابه. الوغ الكيفيه تاع هذا اليوم الغريبيه بنوات كوكو، مقاديرها هي اولا نحتاج الى 5 حبات نتاع البيض. انا قلت لكم 5 حبات تاع البيض راح تعطيكم كميه كبيره لاباس بها، لكن ممكن نتوما اللي يكونوا قلال في الدار نقصوا لي زانغريديون هذو، تنقصوا لا كونتيتي تقسموها اون دو. الو 5 حبات نتاع البيض، ملعقه صغيره نتاع الفانيلا، 200 غرام نتاع السكر العادي السكر كريستاليزي، وحده خميرة الحلوى، قريصة نتاع الملح، ومبشور ليمونة، ملعقة كبيرة من مربى المشمش، هذه جوست باش تجينا معلكة هكا. نحتاج إلى كاس ونص نتاع خليط زبدة وزيت، والكاس نعبرو بالكاس تاع أتاي العادي، كاس ونص نتاع خليط زبدة دائبة وزيت، 200 غرام نتاع لنوات كوكو، و 500 غرام نتاع السميد، هي حوالي 450 حتى 500 سا ديبون، كاين اللي السميد يتشرب كاين اللي السميد ما يتشربش، نتاع السميد رقيق جدا جدا جدا. اذا هادو هما المقادير، راح نعاود نقولهم لكم باش نديروا الغريبيه بنوات كوكو مبشور الليمون. يلزم لنا 5 حبات نتاع البيض، ملعقه صغيره نتاع الفانيلا، 200 غرام سكر كريستاليزي سكر العادي، وحده خميره الحلوى، قريصه نتاع الملح، مبشور ليمونه، ملعقه صبا المشمش، هذه قلت لكم جوست باش تجينا معلكه. نحتاج الى كاس ونص نتاع خليط ما بين زبده دائبه وزيت، والكاس توجور نعبره بالكاس الاتاي العادي، 200 غرام كذلك نتاع نوات كوكو،
مواد كوكو كاين واحد النوعيه جيده جايه بيضاء وشابه من احسن تخدموا بها. وفي الاخير نحتاج الى حوالي من 400 450 حتى 500 غرام تاع السميده يكون رقيق جدا جدا. هنا الا كانت تشرب ماذا بكم ما تكثروش، نبقوا تضيفوا غير بشويه بشويه جوست على حساب ما تلتمنا العجينه نتاعنا. الوغ هنا نجمعوا المقادير نتاعنا، ناخذوا قصعه كبيره ولا اناء نديروا البيض نتاعنا، خمس حبات نتاع البيض نضيفوا لها 200 غرام نتاع السكر، نحاولوا بالكفه نتاع اليد نذوبوا السكر مع البيض مليح مليح، نخلطوا مليح البيض ونضيفوا السكر. بعد ما شتوا داك السكر سي بون بدا يذوب، نضيفوا له داك الخليط ما بين زبده وزيت، كاستي ونص نتاع خليط زبده دائبه وزيت، نضيفوا كذلك لافاني، نضيفوا لزاز دو سيترون، نضيفوا لا نواه كوكو، مربى المشمش هكا ملعقه كبيره نتاع مربى المشمش، وفي الاخير كاع في الاخير نديروا السميد. هنا السميد نضيفوا تدريجيا جوست على حساب ما نجمعوا العجينه نتاعنا، ممكن ما نوصلوش 500 غرام، ممكن نوصلوا 400 450. الوغ بعد ما جمعنا هذه العجينه نتاعنا وصل العجينه لينه، نخلوها ترتاح واحد شويه واحد 10 دقائق هكا جوست ترتاح، نغطيها هكا ونخليها ترتاح واحد شويه. الوغ هنا نكون وجدنا واحد الصحن نديرو فيه سكر كلاصي، نصنعوا كرات يكونوا متساويه، نرمدوهم في السكر كلاصي ومن بعد نحطوهم في سنيوه، سنيوه يكونوا فيها من الاحسن يا اما نزيدوا شويه زيت في الزيت نتاعنا من الدهن وسنيوه، ولا نديروا من الاحسن ونغطيه رايح ديتاشيكم الكاطو فاسيلمون. نستفوا الحبيبات نتاعنا نتاع الغربيه اللي درناها بنواه كوكو مبشور الليمون السكر كلاصي، وستفناها في سنيوه ندخلوها طيب. الوغ هنا في التشقاق نتاعها توجور كاين هذا المشكل تاع التشقاق، يقول لك كيفاش نتاعك تشقق ونتاعي ما تشقتش، راح نعطيكم لاستيس تاع التشقق كيفاش. راح تشعلوا الفرن تسخنوا من الفوق ومن تحت، ومن بعد تطفوا تشعلوا تعاودوا تخلوا غير الفوق، نشعلوا من الاحسن غير الفوق. ندخلوا السني تاعنا في لاكوزينيير، لكن لازم يكون ما بين النار وما بين ديك الحبه تاع الكاطو نتاعك تكون مسافه هكاك تكون شويه عاليه. لو كان نقربوا هذاك السنين نقربوه للنار رايح السكر يحترق مباشره والكاطو يجيكم يابس. الوغ نديرو كاع تحت ونشعلوه من الفوق جوست على حساب ما تتشقق، نعاودو نطفوه من الفوق ونشعلوه من تحت على حساب ما تتحمر لنا. هنا ما لازمش تطيبوها بزاف بزاف جوست على حساب ما تكسب لون ذهبي فاتح. هذه هي الوغ نشعلو من الفوق كي تتشقق نطفو عليها، نعاودو نشعلو من تحت جوست على حساب ما تتحمر. الوغ هذه هي عطيتكم لاستيس نتاعها اللي يجي ساهل وبسيط، ها الغربيه كذلك لذيذه، ومام هاد لاكونتيتي راح تعطيكم هاد ليزانغغيديون لاكونتيتي راح تعطيكم لاباس بيها. ان شاء الله تجربوا هذه الكيفيه لنهار اليوم. اذا على بالي الحلقه نتاعي خلاصت ما بقاليش الوقت، ان شاء الله برك تكونوا استفدتوا معايا في هاد السويعه وتكونوا كتبتوا الوصفات ان شاء الله تجربوهم. نشكر المخرج نتاعنا مختار جبار اللي رافقني هاد الصبيحه، وكذلك التقنيه ساره. نشكركم مستمعينا الاوفياء ومستمعاتنا، موعدنا سيتجدد الاسبوع المقبل ان شاء الله.